بقيتنا حلوين بقى هنبدأ نعمل مع بعض ان شاء الله النهارده مع بعض حاجه حلوه قوي هتعجبكم. بتنجان جميل بطريقه لذيذه قوي وصحيه وفي نفس الوقت جميله جدا جدا وسهله قوي قوي قوي. ماشي، هنعمل مع بعض هنا البتنجان اهو. انا عندي البتنجان غسلاه ومنضفاه مفتحاه كده. ماشي، بس انا سبت اتنين بس اهم اوريكم يعني ايه اوري اللي هي لو في عروسه صغيره كده لسه ما اوريها بتعملوا ازاي. ماشي، هنفتحه كده بس ايه مش هنفتحه للاخر اهو. ماشي، بسم الله ما شاء الله. ماشي، والفلفل برده ده انا غسلاه ومنضفاه برده عليه اهو. ماشي، هنعمله بقى ايه جميل قوي وهيعجبكم قوي ان شاء الله لما هتجربوه. هنا عندي راس توم مفرومه. ماشي، وشطه هرسه شطه نص معلقه صغيره قد دي، ومعلقه كمون قد دي. ماشي، ومعلقه ملح. يعني الملح بقى ده حسب الرغبه، حسب ما بتحبوا الملح عالي ملح مش يعني ظبطوا الملح على المزاج. وده فلفل مفروم. ماشي، وهنا دي طماطم وده نص كوبايه زيت. دول بقى هم دولت بس المقادير والمكونات بتاعتنا. هنقلب بقى ايه المكونات دي وشويه ورشه فلفل اسود صغيره خالص ايه بس كده هيبقى طعمها تحفه تحفه تحفه. هنقلب بقى كل المقادير كده المكونات في بعضها كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نحشي بقى البتنجان ايه نحشي من جوه كده الحشوه دي. بسم الله طريقه جميله قوي وخفيفه وسهله قوي وبسيطه. هنحشيه كله ونرجع تاني عشان ما اطولش عليكم. بص انا خلصت البتنجان كله اهو نفس الطريقه حشيته كده. ماشي، فاضل ايه بقى الفلفل. ايه الفلفل برده هنفتحه هنحط عليه شويه تتبيله هنحط على التتبيله بسيط كده هيبقى طعم جميل جدا وفي نفس الوقت ايه لان طعم وشكل يعني كله. الفلفل بقى ايه هنوزعه بقى ايه عشوائي كده بس كده. ماشي كده ايه فاضل بقى عندي هنا دلوقتي اهو خلصت كده الفلفل اهو. ماشي، ادي طعم وشكل جميل. ماشي، هنا انا عندي بقى ايه شويه خلطه دول. ماشي، خليتهم بقى عشان خاطر الطماطم نفس الخلطه اللي انا هشيل بيها الايه البتنجان. ماشي، هنا في عندي بقى هنقلب عليهم الطماطم كويس نقلبهم فوق. ماشي كده هتاخد من نفس طعم البتنجان وتبقى شكلها طعمها حلو. ماشي كده عندي برضو ايه يبقى فاضل عندنا هنا الزيت. هنحط بقى الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. نوزع الزيت كده ايه الزيت على الكمية كلها على الايه الطريقة دي على كل الدنجانة شوية زيت كده ايه كده هيبقى واخد زيت بسيط قوي ومش ايه طعمه جميل وفي نفس الوقت لذيذ قوي وصحي يعني حاجة صحية وجميلة. هنحط بقى شوية زيت دول شوية زيت كمان على الايه على الطماطم والخلطة بتاعتها نفس الكلام. هتدوقوه هتجربوه هيعجبكم قوي 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 ان شاء الله وتقولوا لي ايه رأيكم فيه وصورته والجمال. كده خلصت. هنمسك بقى ايه البتنجان بقى هندخله كده الاول في الفرن. ماشي، بعد كده يعني هنخليه يتحمر وكده ويستوي ونرجع تاني نوريكم هنعمل بقى الخطوة التانية. بصوا بقى حلوين انا طلعت دلوقتي من الفرن اهو ويعني ايه اتحمر واستوي كده. ماشي، بس انا الفلفل خلي بالكم قلبته يعني على الجنب التاني عشان يتحمر من الجنبين. ماشي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط بقى ايه نوزع شويه طماطم على الحاجات دي الخلطه، والطماطم دي لازم تظبطوا الملح بتاعها يعني عشان خاطر ايه يبقى معاكم مظبوط وطعمه جميل جدا جدا ولذيذ. جميلة قوي 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 هتعجبكم ان شاء الله. الجمال بقى واللذيذة الطعام هتعجبكم قوي كده. بقى هنحطها بقى هنرجعه تاني الفرن. ماشي، 10 دقايق كده ولا حاجة ونرجع تاني نوريكم الشكل النهائي.
انا اهو كده طلعته من الفرن كده بالشكل النهائي ليه اهو. بسم الله ما شاء الله جميل جدا وهيعجبكم ان شاء الله. قدمته مع السلطه خضراء والليمون مخلل اهو جميل اللي خليته معاكم بالطريقه دي اهو. قشر الليمون اللي انا ملحته معاكم وهيعجبكم ان شاء الله بقى بالطريقه دي بقى بتنجان جميل جدا قوي 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 هيعجبكم ان شاء الله. ولما هتجربوه بطريقه ام محمود وعبد الله وقولوا لي ايه رايكم ماشي. واتمنى يعجبكم ان شاء الله. اللي يعجبه القناه بتاعتي تشتركوا عندي في القناه ويعمل لي لايك وشير. مع السلامه.